في الشأن الأمني الآن، تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس وفرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات على المستوى الوطني والدولي وتهريب المركبات وتزوير وثائقها. التحقيقات بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي ومكنت من استرجاع 33 مركبة، منها 18 تم تهريبها عبر الحدود، من بينها سيارات فاخرة ذات علامات عالمية من 19 ولاية، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي قيمته 1,459,000,000 سنتيم. التغطية لوليد مهاجري وأحمد صفوان عيسي. تمكنت فرقة البحث والتدخل لابياري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية امتدت عبر ربوع الوطن مختصة في سرقة السيارات على المستوى الوطني والدولي، مع التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية للمركبات، تقليد أختام الدولة والدمغات الرسمية إدارية، سوء استغلال الوظيفة، إخفاء أشياء مسروقة، التهرب الجمركي مع مخالفة قواعد تنظيم سند العبور، انتحال اسم من شأنه التقيد في صحيفة السوابق العدلية، وعدم التبليغ عن جنات المتبوع بالتصريح الكاذب والرشوة. بالنسبة للمركبات محل سرقة، فهناك 9 مركبات محل سرقة محليا مسروقة محليا، 6 مركبات محل نشرة بحث دولية انتربول، وهذا في إطار التعاون الدولي للمركبات محل بحث أو محل سرقة، و18 مركبة محل تهريب من الحدود الجزائرية الليبية.